في المركز عندنا ما يقارب 200 يتيم ما شاء الله، ونحاول دائما أن نتقمص دور الأب في جميع النواحي، سواء في الحزم كما ذكر الدكتور أو في الجوانب الثانية، التحفيز والمتابعة وغيره من الأشياء. لكن هناك يعني بعض الأيتام يكون عنده تحدي مع نفسه، يا سلام، مثل ما ذكر الدكتور يكون هاجس اليتم دفعه إلى أن يصنع من نفسه عظيم، تجد عنده مشاريع ذاتية ومشاريع تجارية ومشاريع لصناعة نفسه، يعني عنده شيء يريد أن يخرج للمجتمع بشيء يظهر لهم أنه عكس هذا التصور الموجود عندهم، يعطيهم تصور أنه قوي، أنه متعلم، أنه متفوق دراسيا، أنه مثلا عنده تجارة في المكان الفلاني والمكان الفلاني، ويتخلى أحيانا عن الأدوار المساندة له، يحب أن يتخلى. ليش؟ لأنه يريد أن يصنع من نفسه عظيم، ولأنه هو اكتشف التحدي اللي أمامه فبدأ يقاتل من أجل أن يصنع ذاته ولو بنفسه. وهذا طبعا لا شك هم يحتاجون إلى مساندة، صحيح. والإنسان صعب، النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر الدكتور عاش مع والدته ثم مع جده ثم مع عمه وغير ذلك من النماذج، عاشوا مع مجتمعهم لكن اكتسبوا صفة أو شيء اسمه التحدي، وحاولوا أن يصنعوا من أنفسهم عظماء. وهذا المشاهد الحمد لله عندنا في المركز، عندنا نماذج ليست بقليلة يأخذون 100 من 100 تفوق الدراسة، ما شاء الله ولله ما شاء الحمد. ما شاء الله. عندنا نماذج أخرى عندهم تفوق، في نماذج تخرجت من عندكم المركز؟ في نماذج تخرجت ومتفوقة دراسيا وتجاريا، يعني لهم صيتهم في المجتمع ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله، يعطيك العافية.